يا صباح الخيرات والرواق لكل يلي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية، يسعد صباحكم. ما في أجمل من أنه نجدد صباحنا بالتفاؤل والأمل بأنه يومنا رح يكون حلو، لأنه أكيد ما في أحلى من أنه هيك نخلي طاقاتنا تكون دائماً عالية، طاقاتنا دائماً متجددة. نبلش من أول ما في نحدد وجهاتنا، لوين رايحين؟ شو بدنا نعمل؟ وهيك بنكون بلشنا شغلنا بكل نشاط وبكل حيوية، والأكيد إنه رح نترك ورانا بصمة مليانة بالخير والحب. أيامكم كلياتها حب يا رب وطاقات إيجابية، وصباح الخيرات لإلك ماري. يسعد صباحك يا منشا، صباح الخير. يعني دائما بيكون للصباح في خصوصية بتميزه عن باقي أوقات اليوم، فهو البداية يلي من خلالها بيقدر الإنسان إنه يخلي يومه سعيد أو كئيب، ويمكن كلمة أو جملة بسيطة ساعدنا بالحصول على يوم رائع. يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقتنا مثل العادة مليانة بالفقرات والتقارير، ولكن شو هي أبرز عناوين هالحلقة؟ خلونا نعرف مع بعض. ننتقل لمطبخ صباح الخير لنعرف الشيف بشرى شو محضرة لليوم. يسعد صباحك يا شيف. صباح الخير ماري. صباح الخيرات يا شيف، كيفك؟ تمام الحمد لله. شو محضرتي لنا طبق لليوم؟ نشكر الله. اليوم رح نعمل شريحات بطاطا بحشوة الدجاج. مثل العادة، لا مو صحي بطريقة كثير، هلا والله يمكن بتصير صحي بس يعني أنا اليوم لا، عاجقتها النية مو صحي أبدا. أكيد مثل العادة بطريقة سهلة وكثير طيبة. أكيد بعد شوي هيك رح نعرف التفاصيل منك. شكراً كثير لك شيف. حنبلش حلقتنا بجولة صغيرة على البلدان العربية والغربية، وحنبلشها من العراق وتحديداً عن صبية احترفت الفنون القتالية رغم رفض أهلها والمجتمع لهالشي، ومع الوقت قررت تعلم الصبايا والأطفال لهنو من الفنون. تمام يا ماري، وأكيد خبرنا الثاني رح يكون لمحبي الباربي، فتم افتتاح منزل باربي بالحجم الطبيعي للزوار، هذا الشيء طبعا بكاليفورنيا، وهو نسخة مطابقة عن البيت الوردي للدمية المشهورة بكل تفاصيله وأقسامه. وخبرنا الأخير رح يكون من بريطانيا، ورح نحكي فيه عن ظاهرة غريبة وطريفة بنفس الوقت، وهي غزو عشرات الطواويس لقرية ماريبورت الصغيرة، خاصة أنه بلش الغزو بثلاث طواويس واليوم صاروا 30 طاووس تقريبا. جولتنا المنوعة بلشت، والبداية من العراق، عن صبية نتيجة تعرضها لكتير مواقف مزعجة بالجامعة احترفت الفنون القتالية رغم رفض أهلها والمجتمع لهالشي، ومع الوقت قررت كمان تعلم الصبايا والأطفال الفنون الدفاعية بالإضافة لضبط النفس ليتصرفوا بالطريقة الصحيحة لما يتعرضوا لأي مواقف صعبة. خبرنا الثاني لمحبي الباربي تحديداً، وهو عن افتتاح منزل باربي بالحجم الطبيعي للزوار في كاليفورنيا، والمميز فيه أنه هو نسخة مطابقة تماماً عن البيت الوردي للدمية المشهورة يلي كلنا حبيناها بكل تفاصيله. وطبعاً البيت بيتضمن أقسام كثيرة منها مخصص للأزياء وغيرها للسباحة، والشي ليعيش الزائر تجربة كاملة كأنه بزيارة حقيقية لباربي.
خبرنا الأخير من بريطانيا عن ظاهرة غريبة وطريفة بنفس الوقت، وهي عن غزو عشرات الطواويس لقرية ماريبورت الصغيرة. بالبداية كان عددهم 3 بس، أما اليوم فصاروا 30 طاووس تقريبا. بعض أهالي القرية انزعجوا من الموضوع لأنه الطواويس صاروا بكل مكان. بالمقابل كتير من الأشخاص كانوا حابين الحالة وعم يقدموا الطعام للطواويس وعم يدعموهم. يسعد صباحكم عن جديد. رغم أنه الطلاق يعتبر من أسوأ الخيارات يلي ممكن يلجأ إلها الشاب أو الصبية بحال ما كان عندهم أي حل للتفاهم، ومع كثرة ضغوطات الحياة ومشاكلها بصير هالموضوع هو يلي مسيطر على أفكارهم وحياتهم بتروح للأسوأ بشكل عام. تماماً، يعني يمكن يلي بيزيد الموضوع سوء هو بالطلاق طبعاً إذا كان في بناتهم أطفال، مثل ما بيقولوا ما بتروح غير على الأطفال، وبكثير من الأحيان منلاقي الأولاد ضاعت نتيجة طلاق الأم والأب. الأم غالباً بيصير معها مشاكل بخصوص حضانة أطفالها، لهيك اليوم حبينا هيك نجاوبكم عن كل استفساراتكم، عن كل التساؤلات بهذا الخصوص مع الأستاذة المحامية رنا ديب. صباح الخير لك. مساء الخير. أنا نعسانة كأنه لساتني. يسعد صباحك. صباح الخير نشرين. كيفك أستاذة؟ تمام الحمد لله. بالبداية خلينا شوي نحكي شو هي الحضانة بالقانون السوري. نعم، مثل ما تفضلت وذكرت بالمقدمة أنه لما بيصير في انفصال بين الأبوين فنحن بنكون هون أمام موضوع الحضانة، وكمان مثل ما قلت هو أسوأ شيء ممكن يعني يتعرض له الأطفال. هلأ ما بدي أقول أنا كلمة طلاق، لأنه في بعض الحالات النادرة جدا جدا بيكون الطلاق هو حل أفضل للأطفال في حال كان في كتير مشاكل. يعني إحنا هيك نحاول نكون هيك واقعيين، يعني مع أنه أنا دائما بقوله أنه باب الطلاق يعني هو مثل باب الطوارئ بالطيارة، ما لازم الشخص يلجأ له إلا بالاحتمال الأخير، ولكن لا شك أنه من الأشياء اللي مرقت علينا يعني أنه أحيانا بيكون الطلاق حل أفضل للسلام النفسي والراحة والهدوء للأطفال، عشان احنا ما نصعب، لانه هلا في قدامنا حالات كثير طلاق. حتى نساعد الناس حتى تتجاوز بعده طرق، تتجاوز باهم شغله اللي هي من ضمن اختصاصنا انه تفهم القانون اللي بيحكم الموضوع بعد الطلاق اللي هو مثلا موضوع الحضانه. يعني انه كثير في تساؤلات، فعلا في ناس ما بتعرف شيء عن الحضانه انه باي عمر. فالحضانه هي شيء بيتعلق بالشخص اللي مطلوب منه يحضن هذا الولد، يكون تحت جناحه مثل ما بنقول بالعاميه، انه هو اللي يربيه، هو اللي يشرف عليه بفتره من فترات حياته. احيانا هي الفتره بتكون للام، هلا نحكي فيها بالقانون كيف، واحيانا بتكون للاب، وكمان طبعا في الحاضن كذا شخص يعني لهم ترتيب متسلسل في القانون، ولكن هو الشخص اللي مطلوب منه يحضن الولد. الناس بتفهم انه الحضانه بتقول لك الام من حقي او الاب بيجي بيقول لك لا من حقي الام غير اهل الحضانه. يا جماعه اول نقطه بالحضانه هي اللي تصحيح مفاهيم، الحضانه حق المحضون وليس الحاضن. الحاضن هو شخص اختاره القضاء او اختاره القانون ليكون يشرف على مصلحه هذا المحضون، ولكن هو القانون اول شغله بينظر له انه شو مصلحه هذا الطفل، مصلحته مع ابوه، مصلحته مع امه، مصلحته لا مع هذا ولا مع هذا. فالحضانه هي اول مفهوم بدي صلحه للناس انه هي حق للمحضون. تمام. القانون السوري، قانون الاحوال الشخصيه طبعا صار في عليه تعديلات كثير، التعديل الاخير قال انه الحضانه من لما يخلق الطفل لا يصير عمره 15 سنة هي من حق الأم مبدئياً، يعني إلا إذا كان في سبب ما بيحق لها تحضنه، وفيما بعد بعد ال 15 يخير الطفل بين حضانته لأمه أو لأبيه. طبعاً كلها تحت سقف عبارة بما يتوافق مع مصلحة المحضون. تمام. يعني هي للأم إذا كان فعلاً مصلحته تكون مع الأم. هذا الحكي بينطبق للذكور والإناث بعكس ما كان سابقا، كان الذكر غير الأنثى. قانون الأحوال الشخصية يمكن آخر تعديل له كان بعام 2019، وتم تعديل هذا الشيء بأنه لسن ال 15 إن كان ذكر أو أنثى. طيب ذكرتي حضرتك إلا إذا كان في سبب بيخلي الأم ما تكون حاضنة للمحضون أو لطفلة، شو هي الأسباب أو شو هي الشروط كمان بالمقابلة اللي لازم تكون موجودة ومتوافرة عند الأم لحتى يحق إلا بحضانة أبنائها؟ هلا شروط الحاضن بشكل عام خليني أقول أول وبعدين رح خصص الأم.
يكون العقل يعني اكيد شخص مجنون او فقد عقله لسبب ما ما بحق له يحضن، سواء هذا الحكي كان قبل الحضانه قبل ما يتقرر الحضانه فهو شخص مجنون فما ما بي او اثناء حضانته للطفل الام لسبب ما تعرضت لمشكله الجنون لفقد العقل لافه عقليه ما فما عادت مؤهله للحضانه فتسقط عنا الحضانه. اذا الشرط الاول هو العقل، الشرط الثاني هو البلوغ. هلا البلوغ حتما الام بما انه هي تزوجت وانجبت ففي بلوغ، نحن ليش حطوا هذا الشرط؟ الناس اللي عم تقرا انه البلوغ الام اكيد بالغه، طيب نحن حطيناه للحاضن الاخر لانه نحن قلنا مثلا هي الام هي الحاضنه الاولى وبعدين الاب، بس بحال عدم تواجدهم في عندك مثلا الجد كمان الجد ما بيشملها لنفترض الاخت الخاله العمه احتمال ما يكون في بلوغ فهي مستثنيه راسا من الحضانه. اذا العقل البلوغ انه يكون الشخص الحاضن خالي من الامراض الخطيره المعديه للطفل لانه هذا الشيء بياثر على مصلحه المحضون اكيد. ايضا انه يكون غير مرتكب لجرائم متعلقه بالشرف وهذا شيء منطقي. هي من الشروط الواجب توفرها في اي حاضن سواء كان الام او الاب او اي حاضن اخر تمام. ولكن في عندك الام خصصت التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصيه انه لا تتزوج باجنبي غير محرم على المحضون. بحال تزوجت الام بشخص ما في علاقة حرمة بينه وبين المحضون فتسقط الحضانة عنا. مش مين الشخص اللي ممكن تتزوجه الأم مثلا ونقبل أنه تضل حاضنة ابنها مثلا؟ العم اللي هو أخو الزوج بتصير يعني يمكن مو بكل المجتمعات بس هي بصراحة حالات واردة هذا العم بيكون هو يعني تربطه بالمحضون صلة قرابة صلة حرمة يعني خلينا نقول. فهون معلش ما بتسقط الحضانة عن الأم، ما عدا ذلك تسقط الحضانة إلا إذا ارتقى القاضي أنه في مصلحة للمحضون بوجوده مع أمه الحاضنة وهذا الشيء في استثناءات. طيب ممكن اليوم تسقط الأم حضانتها بإرادتها تقول أنا ما بدي الأولاد؟ نعم والقاضي بيوافق؟ نعم. وبيوافق القاضي الأم تتخلى عن حضانتها وقت هي بتكون أنا بتقول أنا غير يعني ما عندي المؤهلات الكافية لأحضن بجوز ماليا يعني أو لسبب ما فتسقط. فهي مو انه تسقط هون، هي بارادتها بتقدم طلب فبتروح الحضانه للاب. الفكره المهمه اللي بدي نوه عنها انه طيب الام اليوم قررت انه هي غير قادره على حضن الاطفال بس فيما بعد شهرين ثلاثه اربعه رح تكون قدرانه بدها رجعت وبدها تطالب بحق لها. نعم بحق لها. ليه؟ لانه الحضانه من النظام العام لانه نحن برجع بقول لك ما لنا دايرين نعاقبها او نقول انه هي تخلت، نحن ننظر الى مصلحه المحضون. مصلحه المحضون لما يكون صغير مع امه حتما اذا كان ما عنده اسباب فهي مع امه، لذلك الام حتى لو رجعت قالت انا بدي ارجع احضن الولد بحق لها تحضن الولد. هذا الشيء ما بده دعوه ما بده مخاصمه بده طلب يتقدم للقاضي. تمام. ذكرتي حضرتك الزواج من اجنبي وانه هذا الشيء ما يعني اجنبي بالنسبه للطفل اجنبي اجنبي يعني غير عربي طبعا انه قصدي شخص غريب اكيد. في حال كان الام والاب من غير دين وتم الطلاق فهل يحق للام الحضانه في حال كانت هي من غير دين تربية طفلة على دين آخر غير الدين اللي هو مسجل بالوثائق بالدولة؟ لا يحق لها تربية ابنها على غير دين أبوه لأنه نحن عنا بقانون الأحوال الشخصية ديانة الطفل هي للوالد حتى أكيد. لو كانت أمه يعني من غير دين فهي بدها تربيه على هي كمان مناسبة يقول أنه سبب من أسباب سقوط الحضانة إذا تم تعليم وتعاليم دين ما هو دين أبوه أوكي. لأنه هون نحن بنكون عم نخل بجوهر قصص يعني إلى علاقة بقانون الأحوال الشخصية اللي مستمد من الشريعة تمام. يعني طيب ليه اليوم ممنوع الام تاخذ ابنها وتسافر غير باذن من ابوه؟ نعم وهي الحاله عكسيه صح او لا؟ اي تمام. هي كثير النقطه كثير مهمه وبصراحه كثير انسالت عنها سابقا كان قبل تعديل قانون الاحوال الشخصيه كانت الام اذا بدها تاخذ الولد تسافر فيه سواء كانت متزوجه منه لزوجها او مطلقه منه فهي بدها تروح تاخذ اذن الزوج لحتى تغادر. هلا صح وما زال اللي التعديل اللي صار انه حتى الزوج اليوم بده يطلع بده يسافر باولاده فهو بده ياخذ اذن زوجته حلو. يعني بدها توافق يعني خلينا نستعمل الكلمه موافقه انه يطلعوا هدول الاولاد. فاليوم القانون صار اكثر عداله يعني مو من العداله انك انت تلغي انه الزوجه تاخذ اذن زوجها ولكن العداله انا بشوف يعني شخصيا انه الاثنين يكونوا مسؤولين عن قرار يعني السفر بالطفل خارج البلاد. فلما اليوم القانون الزم الام بانه تاخذ اذن الزوج والزم الزوج انه ياخذ اذن او خلينا نقول الاب لانه ممكن يكونوا مطلقين ما لهم ازواج ياخذ اذن الام فهذا شيء من العداله. فهم ما في تمييز ما في يعني انه المراه والله منقوص حقها مثل ما هي اللي تاخذ اذن زوجها او اذن طليقه نفس الشيء لو الرجل كانت متزوجة ولكن من شخص ثاني ما له علاقه هذا موضوع بخص الطفل متزوجه من شخص ثاني
هذا شيء ثاني يعني. اليوم بدي اقول شغله انه في استثناءات بتكون، لانه نحن شفنا حالات انه الام عم تاخذ الولد وتسافر فيه، بس هي مو بدون اذن الزوج، مثلا الزوج مسافر برات البلد ما عندها قدره تستحصل على اذن، او سبب ثاني يمكن يكون الزوج لسبب ما غائب او ما انه معروف وينه، فهي بس تروح تاخذ من القاضي الشرعي اذن. اول شيء بدها تثبت انه سفر الزوج ببيان حركه من الهجره والزواج والجوازات، فاثبتت انه هو مغادر برات البلد، ترجع بتحصل على وصايه شرعيه مؤقته من القاضي الشرعي بانه هي بتقدر تستحصل لاولادها جواز سفر، وبتقدر تاخذ اذن يعني اذن من القاضي انه تسفرهم وتاخذ الاوراق الرسميه هون وقتها. نعم اسمها وصايه شرعيه مؤقته يعني. طبعا. هذا الشيء بينظر له القاضي، بينظر القاضي، بترجع هذا الموضوع للسلطه التقديريه للقاضي الشرعي. هو بيشوف انه فعلا انه ما انا قادره هي تجيب موافقه من الزوج. طبعا في حالات بيقول لك اذا كان العم او الجد لاب موجود، فهي بدل ما تاخذ اذن زوجها تاخذ اذن العم او اذن الجد لاب. تمام استاذه رنا، خلينا شوي نحكي عن الشق المادي. يعني في حال الام حصلت على الحضانه ولعمر ال 15 سنه، هل في مردود مادي لازم يتكفل فيه الاب ولا هذا ما له شرط؟ هلا هو في النفقه بالقانون، بقانون الاحوال الشخصيه نفقه للذكر، انا في شغله بدي احكي فيها، النفقه للطفل. هلا نفقه الزوجيه هذا له موضوع ثاني لفتره معينه بعد اثناء العده قبل، بس هي خلص تاخذها وما عاد صارت مطلقه، ما عاد لها نفقه بعد تاريخ معين، ولكن الطفل طفله لاخر يوم بالحياه، فهو النفقه عليه واجبه دائما طول ما انه هو بحضانه امه. لكن اللي نحن عم نعاني منه بالمحاكم صراحه انه النفقه عم تكون ضئيله مقارنه مع النفقات اللي بيحتاجها، بتتناسب مع الوضع الحالي، بتتناسب مع الطفل. ولو انه جينا نحن في عنا مادة الناس ما أنا منتبهة لهي النقطة، وهي نقطة كتير مهمة. في عنا مادة نحن بقانون الأحوال الشخصية بتقلك الأشياء التي أو يعني خلينا نقول المواضيع والنقاط اللي ما ذكرت بالقانون نرجع فيها، طبعا فقط بقانون الأحوال الشخصية مو بكل القوانين، نرجع فيها للمذهب الحنفي. هي مادة صريحة إنه شغلة ما انذكرت أغفل عنا بالقانون، فنحن نرجع للمذهب الحنفي. طيب يا جماعة نحن عنا شغلة كتير مهمة وأغفل عنا، إنه السكن، موضوع سكن المحضون. نحن بناخذ هالنفقه وهي مع العلم انه نفقه كثير ضئيله، هي عم تتعدل وعم ترتفع، بس كمان الظروف عم تصير اسوا. ما بعرف هون شو الاعتبارات اللي نحن لازم ناخذها بعين اعتبارنا، نكون محققين توازن بين الام والاب يعني، مشان نكون كمان منطقيين وما نكون عم نشد يعني للنساء فقط، لانه احيانا الرجل بيكون بده يتزوج مره ثانيه، فبده ياسس عيله وبيت ثاني، فما عاد عنده قدره يحمل كل هي النفقات. ممكن تكون الام هي اللي اختارت الطلاق، فبتكون يعني في توازن. ولكن اذا بدي انظر لهذا الطفل، فالنفقه اللي عم تنفرض بالمحكمه لهذا الطفل هي نفقه ضعيفه مقارنه مع النفقات اللي بيحتاجها. هي قديش النفقه بتكون؟ هي بصراحه في نفقه ثابته وفي نفقه يعني بس هي كتير ضئيلة، يعني نفقة تانية بيرجع تقديرها لحسب الوضع المادي للأب. بدها تجيب الأم إثباتات إنه وضعه المادي جيد لحتى ينحكم لها بنفقة، هي نفقة متغيرة بكل الأحوال ما عم تكون، لأنه هو ما عم تقدري يعني عم يصير أحيانا إنه ما عم تقدري تثبتي إنه فعلا الوضع جيد، أو إذا كان الوضع مانه جيد فعلا بس ضعيفة. تمام. يعني 50,000 ولا 40,000 ولا شو رح تعمل للطفل؟ يعني ما أكيد. صراحة ما بينحكى فيها. تمام. النقطة اللي كنت عم أقولها مهمة، إنه نحن مذكور عنا بقانون الأحوال الشخصية إنه أي شيء بنغفل عنه بنرجع للمذهب الحنفي. المذهب الحنفي بيقول إنه لازم الأب بحال الطلاق يأمن سكن للمحضون. صح. بس هذا الشيء ما عم يصير. تمام. يعني لاعتبارات معينة، نحن عم النادي عم نطالب نلاقي صيغة تكون مريحة لكل الأطراف. طبعا أكيد أنا ما عم أقول إنه هاد أفضل من هاد، ولكن إذا عم ننظر لنفقة الطفل أو لاحتياجات الطفل، فبالحد الأدنى هو بده سكن. فهي أكبر بكتير يعني من هذا الشيء. زوجة مطلقة لا تملك سكن، ومن حقها تحضن الولد 15 سنة، وين بدها تعيش؟ طيب وين بدها تعمل؟ أكيد في تفاصيل كثيرة. بس هذا يجاوبني على أستاذة، لازم يعني أي امرأة أو رجل قبل ما ياخذوا قرار الطلاق إنه هن يفكروا فيها كثير منيح ويفكروا بأطفالهم. وقت يكون ما في أطفال نص مصيبة، ما بس في مشكلة وجود الأطفال ما في مشكلة عن جد يعني كارثة إذا نحن ما عم نفكر بهذا الموضوع. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم، شرفتينا. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكي. خلونا نشوف الشيف بشرى وين وصلت بطبخة اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، إن شاء الله يكون يوم خير وصحة على الكل. اليوم وصفتي هي شرحات البطاطا بحشوة الجاج، رح أعملها بطريقة كتير سهلة، وأنا وعم بشتغل رح أحكي عن البدائل، الإضافات اللي ممكن إحنا نضيفها بالشي اللي موجود والمتوفر عنا. أنا بلشت بالجاج، عندي هون جاج مفروم ناعم،
بلشت عم قليه بزيت زيتون. اكيد فيني قليه بزيت نباتي، بس انه زيت الزيتون يعني بيعطي هيك طعمه طيبه للدجاج. ما ضفت لسه شيء، بس انا مجرد قليت الدجاج لبين ما تغير لونه. اختصارا للوقت يعني مثل العاده نحن في شغلات بحاول انه انا اعملها من قبل لحتى يعني مراحل التحضير يعني تقدروا تشوفوها كامله. هلا مع الدجاج بعد ما تغير لونه رح احط عندي هون بصل مفروم ناعم، ورح اضيف كمان مع البصل عندي معلقه صغيره من الثوم المهروس ومعلقه صغيره من الزنجبيل، اما المفروم ناعم او كمان المهروس المطحون. هلا هون رح اقلبهم. البهارات اللي رح استعملها هن ملح وفلفل بس، وهيك حشوة الدجاج بتكون عندي صارت جاهزة. شو فيني يضيف لها كمان؟ فيني يضيف أي نوع من أنواع الخضرة اللي موجودة عندي أنا حابة أضيفها على الطبق. يعني هي حشوة الدجاج، بس أكيد أنا فيني حط يعني عززها هيك بأنواع خضار مثل الفليفلة. الفليفلة الملونة بتطلع كتير حلوة وكتير طيبة معاها. عندي ممكن نضيف جزر، درة، فطر، يعني هدول كلهم شو اللي موجود عندي ممكن أنا أضيفه. ما أنا موجود عندي بكتفي بالحشوة الأساسية مثل ما عملت اليوم. رح أحط شوية ملح وشوية فلفل أبيض، أكيد فيني استعمل كمان الفلفل الأسود، بس يمكن تعودتوا علي إنه دائما أنا الدجاج أو الشغلات اللي هيك بيكون لونها فاتح بحب استعمل معها الفلفل الأبيض أكثر، بس أكيد الفلفل الأسود كمان بيعطي نتيجة كثير حلوة وطعم كثير طيب. هلا هون أنا رح أتركهم لبين ما البصل يدبل عندي والثوم والزنجبيل هيك يبلشوا يطلعوا روايحهم. القسم الثاني هون عندي محضرة أنا كوب من كريمة الطبخ. هلأ إذا ما عندي كريمة الطبخ أنا ممكن استعمل الحليب، وإذا بدي أقلب الطبق لطبق صحي باعتبار أنه أنا اليوم ما رح أقلي البطاطا، رح استعملها مثل ما هي نية، ممكن مثلاً للي بيحبوا الأطباق الصحية استبدل بحليب جوز الهند أو بكريمة جوز الهند. يعني هي أحياناً بتكون متوفرة بالسوق وفي ناس بيستعملوها، فكمان يعني هذا هيك خيار صحي ممكن استبدل كريمة الطبخ فيهم. عندي هون الكريمة رح أحط معهم شوية ثوم، ثوم مدقوق ناعم بيعطي طعم كتير طيب. البهارات اللي رح استعملها رح بلش بالبابريكا. كمان هون مثل مبدأ الحشوة أنا شو البهارات اللي ممكن أضيفها وتطلع يعني حس إنه طعمتها رح تلبق مع باقي النكهات، أكيد عندي حرية الاختيار إنه أضيف البهارات اللي موجودة عندي واللي بحب طعمتها. عندي حطيت بابريكا أوريغانو، رح أحط بودرة بصل وبودرة ثوم، والمكون اللي هو تقريبا مع يعني كريمة الطبخ دائما بيكون موجود اللي هو جوزة الطيب. كمان رح كتر شوي جوزة الطيب اكثر من باقي البهارات لانه بدي طعم جوزة الطيب هي يعني تكون هيك واضحة. رح احط كمان شوية فلفل ابيض، ما رح كتر. على فكرة الفلفل الابيض بيكون حد اكثر من الفلفل الاسود، فوقت منضيف فلفل يعني وقت بستعمل الابيض بقلل شوي الكميه لانه طعمته حد اكثر من الاسود. هلا هون الكريمه صارت عندي جاهزه. اللي رح اعمله انه انا رح احط بقلب الكريمه بقلب هذا المزيج شرحات البطاطا. مثل ما قلت انا اليوم ما رح اقلي البطاطا، وهي اصلا بهي الوصفه بتطلع طعمتها اطيب اذا ما كانت مقليه. هلا انا ما قشرت البطاطا، ما بعرف اذا رح يبين عليكم، بس قطعتهم شرائح كثير رفيعه، يعني حاولوا قد ما فيكم ترفعوا الشرائح وخلوها بقشره، لانه هي القشره هلا بس حطينا البطاطا بالفرن رح تقرمش وتعطيني شكل كثير حلو. بس اكيد بنغسل البطاطا يعني بنفركها كثير منيح لحتى اذا في عليها اي تراب او اي شيء علقان فيها ينضف تماما. رح اضيف البطاطا على الكريمه، رح اتركهم منقوعين شوي. هلا يعني ان شرط انه انا انقعها؟ لا، ما انه شرط، يعني انا ممكن دغري بعد ما اضيف البطاطا على الكريمه بلش انه انا اشتغل فيها، بس انا هدول رح اعملهم بالقسم الثاني. اكيد رح نطبق مع بعض البطاطا وال رح نحطها طبقتين، وبين الطبقتين البطاطا رح نحط حشوة الدجاج بعد ما تكون استوت. مثل العادة رح تشوفوا هاي التفاصيل معي بالفقرة الثانية، وأكيد لوقتها رح أترككم مع ميشلين وماري تابعوا باقي الفقرات، وبشوفكم بالفقرة الثانية. شكرا كثير لك يا شيف. شكرا. يعني أكيد طبقوا أكلات شيف بشرى لأنه لا يعلى عليهم صراحة وعن تجربة، بس بعد ما تطبقوا الوصفة لازم تعملوا شوية تمارين رياضية لحتى هيك تاخذوا الكثير من الطاقات الإيجابية وتصرفوا الكثير من الكالوري. رياضة الصباح صارت جاهزة.
صباح الخير. اليوم رح نعمل مجموعة تمارين بتشغل عضلات الكور. لهلا في اشخاص بيعتقدوا انه الكور هو بس عضلات البطن. الكور هو بيضم عضلات الحجاب الحاجز مع عضلة البطن مع عضلات الجلوتس مع عضلات اسفل الظهر، فهن مجموعة عضلية كبيرة بجسمنا اللي هي مركز، وفينا نقول مركز ثبات الجسم تبعنا. طبعا عضلة الحجاب الحاجز طريقة وحدة انه نحن ندربها عن طريق التنفس الثلاثي الابعاد، باقي العضلات نحن بنشغلها مجموعة تمارين لحتى تصير اقوى وتساعدنا انه نحن نحافظ على وقفة صحية، نأدي مهام حياتنا بطريقة ما يصير عنا أي آلام.
وللمواد المالئة الدائمة، مع أنه تم التحذير بشكل كتير كتير كبير من هاي المواد، إلا أنه في سنوات معينة ما كان موجودة هاي المواد المؤقتة إذا فينا نقول، فكان يعني هذا الدارج وهذا الموجود وبدنا نجرب، فاللي جرب بأيادي ما كتير ماهرة فهو أكل الضرب مثل ما بنقول، إلا أنه البعض استخدمها والنتيجة كانت التعرض لمشاكل ومضاعفات كتيرة، والحل الوحيد هو إزالة وتجريف هالمواد الدائمة، لأن هي ما بتدوب مثل المواد المؤقتة أو ما بتروح فعاليتها مثل المواد المؤقتة. أكيد نحن بحاجة نعرف تفاصيل كثيرة عن هي الإجراءات، الطرق والمحاذير، وأكيد مثل العادة ضيفنا الدكتور شادي رحمي الاختصاصي بالجراحة التجميلية رح يجاوبنا عن كل هاي الاستفسارات. صباح الخير دكتور شادي. صباح الخير مشلين. أهلا وسهلا فيك دكتور. شو هي المواد المالئة اليوم الدائمة وشو أعراضها؟ أنا اليوم إذا بدي أحقن فيلر كيف لازم أعرف أنه هو دائم أو لا؟ طبعا بكل بساطة، يعني أول شيء صباح الخير. صباح متمنى ما نكون تقال على السادة المشاهدين. طبعا دائما المواد المالئة يعني شوي ظلمت مشلين بالمقدمة تبعها، اللي حطوا مواد واللي يعني المرضى والأطباء الحقيقة، لأنه المواد قبل 15 سنة الحقيقة ما كان في غير هي المواد، يعني هي بلشوا هذا الموجود تماما، بلشوا يحطوها بالثمانينات وتطورت وظلت مواد دائمة. يعني كانوا يعتمدوا على مادة معينة، هي مادة شبيهة بالمخاطي، بنسميها احنا مادة عديدة السكريد المخاطي مثل الجل، لكن هي المواد هي ما بتدوب، ما بيمتصها الجسم. المواد الحالية، الفيلر الحالي أو المواد المالئة الحالية المؤقتة هي جيل، لكن هو مصنوع من غضاريف، يعني مثل غضروف الركبة لكن بشكل جيل أو بشكل هلام. فهالمواد هي الدائمة الحقيقة يعني مع الوقت اكتشفنا أنه عملت ثلاث تأثيرات أساسية، وهي تأثيرات مرضية الحقيقة. أول تأثير أنه هي ما كل ما صار في حقن أو دخول جراثيم لجسم الصبية أو الست بطريق معين، أكثر طريق هو المعالجة السنية، هو التاتو اللي بيعملوا أحياناً، الالتهابات النسائية أحياناً، الجراثيم بتفوت عن طريق الحقن الوريدية أو العضلية. مجرد فاتت الجراثيم للجسم، فهي مادة الفيلر الدائم هي مادة مثل الشوكولا، بيحبوها كتير الجراثيم، فرأساً بيركضوا وبيجوا لعندها وبيعملوا مثل خراج. هالخراج هذا أحياناً بيكون خراج حاد، بتلاقيه انتفخ وش المريضة، صار أحمر، طلع قيح منه أحياناً، منظر كتير سيء. أحياناً بتلاقي خراج مزمن أو تحت مزمن، بتلاقي كل فترة وفترة بيعمل ثورة أو بيعمل مثل يعني اندلاع المظاهر مثل ما بيقولوا، بيرد بيخمد، طبعا بيعالج بأدوية، بيرد بيخمد، بيرد بعد فترة بيعمل. فدائما يعني عذرا للتشبيه، أنا بحس المادة المؤقتة، عفوا المادة الدائمة، هي قنبلة موقوتة حاطينها ضمن الوجه. معناتها يعني أنا بشو ظلمت الدكاترة واللي عملوها؟ لا، إنه أكلوا ضرب. الحقيقة هو مو ضرب، والله يعني ضرب هو ضرب كبير يا دكتور، مو ضرب. إله حل، المهم إنه إله حل. ف يعني مو بإرادتهم حطوا، يعني لا الأطباء بيعرفوا إنه هي كان المواد خطيرة ولا المرضى بيعرفوا، لكن فينك تعتبريه قضاء وقدر الحقيقة. فهن المواد هي بتأدي لثلاث شغلات: الخراجات اللي بتهجع وبتصور كل فترة وفترة، اثنين بتعمل سماكة بعظم الوجه، يعني بتعمل شيء اسمه ارتكاس سمحاقي، الطبقة اللي فيها سطحية عظم تسمك، وهذا بيعطي الوجه المظهر الخشبي أو المظهر الصلب. بتعمل إذابة للشحوم، بتتفاعل مع شحوم الوجه وبتدوبها وبتخفيها، مشان هيك بتلاقي الوجه صار حزين، الوجه صار كئيب، أو الوجه على درجة معينة صار مشوه، لأنه ما في وسادة شحمية بتعطي الكربجة مثل ما بيقولوا بالعامية أو النضارة. بالإضافة إنه هي مواد ما بنعرف لسه، ما في دراسات بتقول إنه هالمواد هي شو مصيرها، يعني بعد 30-40 سنة هل هي بتضل مواد مالئة دائمة أو بتحول لشيء لا سمح الله، أو بتحرض شيء يصير لا سمح الله خبيث، ما حدا بيعرف. لذلك من المفيد جدا ومن الإسعافي جدا إنه إحنا نفضي هاي المواد. هلأ شوي بنحكي عن طريقة إفراغ هذه المواد وتجيف هذه المواد. تمام، هذا اللي يعني الشيء الأهم، لأنه مثل ما ذكرنا إنه اللي صار صار طبعا، ولكن إحنا شو بدنا نعمل لحتى نعالج هذا الموضوع أو نحل هذا الموضوع. وقبل ما تجاوبني دكتور على هذا السؤال، وقت بينزل مثل هيك نوع من المواد على الأسواق إن كان ببلادنا أو حتى بالعالم ككل، ما في دراسات أجريت على هاي المواد قبل؟ هلا دراسات يعني بهديك الأيام كانت تقول إنه ما فيها شيء، لكن مع الوقت مع التجربة والواقع والناحية العملية لقوا إنه فيها تأثيرات ضارة. مثل البروتيز الثدي اللي مستعمله أو حشوة السيليكون اللي مستعملة، بالأول كانوا يحنوا جل بشكل مباشر، بعدين صاروا يعملوا غلاف، بعدين صاروا غلافين، بعدين صار آمن جدا.
فكل شغلة كل فكرة بتطلع بتتطور علميا، بيصير أبحاث علمية بتتطور وبيوصل لنتيجة مفيدة. سؤال سألتني إياه إنه إزالتها. طبعا دائما نحن لازم مجرد كان عندنا مواد مالية دائمة مفروض نفكر بلحظة معينة إنه هاي بوقت معين لازم نشيلها. يعني مو شرط لازم تعملنا أعراض حتى نروح نشيلها، لازم نفكر نحط خطة نحن لازم نشيلها بيوم الأيام بالمستقبل. طبعا لازم نكون نحن عم نعمل هالحديث هذا هلا مشان نوعي العالم. الحقيقه كثير بتسمعي من اطباء غير مختصين او ما عندهم خبره او داخلين على الخط يعني بشكل تجاري، سواء مراكز تجاريه او مراكز تجميليه، احيانا بيلجأوا لافراغها من الخارج، يعني بيعملوا شق من الخارج وافراغها بشكل ان اعمى، لا مو تدريب، جايين على التدريب. بتلاقي بيعصر بيضغط بيحقن، مهما أوتي من المهارة والخبرة والعظمة ما رح يقدر يفضي كامل المواد المالية، دائما بده يضل في بقايا لأنه عم يشتغل بشكل أعمى، يعني عم يفرغ وهو مو عم يشوف شيء. ففي هالبقايا هي بالمستقبل ممكن تعمل آثار سلبية أكثر من المواد الأصلية لأنه بيفوت جراثيم، وهالجراثيم هي بالعكس بتعشعش وبتعمل خراجات المستقبل. ممكن تسمعي أحيانا أنه إحنا منفضيها من الداخل، بشق من الداخل، طبعا هذا ما أنه موجود بالعلم، يعني إحنا ما بنلجأ لنعمل عملية لمريض ونخدم مريض إلا إذا كانت العملية مثبتة ومجربة صار لها 10 سنين. فنحن هاي الطريقة اللي هي بدعة، يعني بعض الأطباء بدعة ناموا فاقوا خطر لهم إنه يشقوا من جوا ويقيموها. طبعا بكل بساطة وبكل سذاجة إنه أنت عم تعملي شق داخل باطن الفم، ففي داخل باطن الفم اللعاب في فلورا، في جراثيم موجودة بشكل طبيعي، هالجراثيم راح تفوت وتعمل خراجات وما راح يقدر يشيلها بشكل كامل. بالإضافة في عنا أعصاب، في عنا قناة لعابية، في عنا العصب الوجهي، كمان عم يشتغل بشكل أعمى، ممكن يضرب أي شيء ويصير عطل وظيفي أو يصير لقوة. الحقيقة هلأ ممكن الإذابة اللي تفضلتي ماري فيها، طبعا شو هي الإذابة؟ بمادتين بشكل بسيط جدا، هي إما تكون هيارونيداز هي عكس الهيرونيك أسيد، يعني عكس المادة المالية، هي المذيب تبع الطرياق تبع المواد المالية هي المؤقتة، اللي عم تستخدم هلأ للمواد المؤقتة تمام. فهي ما رح تفيد المواد المالية بكل بساطة. أوكي. المادة الثانية هي كورتيزون، ويا محلى المادة الأولى قدام المادة الثانية، يا محلى الهيرونيداز قدام الكورتيزون. الكورتيزون بتعمل، هي معروف إنه بيعمل ضمور أنسجة، الكورتيزون بياكل كل شيء أنسجة بوشه، وبالتالي بعد ما يحقن الطبيب أو الممرض أو شو ما بدك سميه الكورتيزون، بتلاقي بعد 15 يوم صار في عنا فجوة أو صار في عنا فضاوة، المادة المالية الدائمة ضلت وصار في عنا فجوة بوجه المريضة، فما فاد بشيء. فالطريقة الوحيدة المفيدة واللي أثبتت نجاعتها ونجاحها هي التجريف الجراحي. كيف بنعمله؟ طبعا نفس طريقة شق الوجه الجراحي، بنعمل شق مخفي بفوت بشكل زاوية قائمة ضمن الشعر، بينزل أمام الحافة الأذنية وبيلف بشكل مخفي تماما. نحن من قيم الجلد بنشوف العين المالئة، المادة المالئة بعيننا، وبنجرفها منفضيه. بعدين فيما بعد، بعد ما نضمن انه نحن فضيناها، بنغسل الوجه من الداخل، انسجه الوجه من الداخل بماده نوعيه، هي ماده معقمه، بحيث حتى البقايا اللي ضلوا، لانه احيانا ما بنقدر نقيم كامل الماده المالئه، بيضل في ماده مالئه حوالين العصب او حوالين الشريان او الوريد، فهون نحن ما بنخاطر، يعني نحن بدنا نخدم المريض وبدنا سلامه المريض، ما بدنا نعمل سوبرمان ونعمل نحن حالنا انه نحن اهم شيء بالعالم، وبالتالي نعمل له عطل وظيفي. يعني مو مشان انا املو 100% اجي انا اضرب له العصب ويصير عنده لقوه او يصير عنده عطل وظيفي لا سمح الله. لذلك هل بقايا هالمواد النسبه الضئيله لا تتجاوز 1-2%، نحن بنحقن ماده بنهايه العمليه معقمه، بحيث تصبح هذه المواد المالئه البقايا هاجعه، يعني ما بتعمل اي تاثير سلبي بالمستقبل، يعني كانما انا موجوده. فهي الطريقه الوحيده الحقيقه، يعني اذا ما شفنا بعيننا وجرفنا المواد المالئه فكله هذا حكي فاضي، كل الطرق الثانيه حكي فاضي وتجارب واجتهادات. دكتور قديش نسبه نجاح هذا الشيء اللي عم تحكي؟ يعني دائما نحن سؤال كثير حلو، وهو السؤال الحقيقه المحرج لنا كاطباء. طبعا مو كل الاطباء التجميل بيقدروا يفضوا هاي المواد، يعني حرام نحن المريض اللي عنده مواد مالية دائمة، يعني هو الحقيقة يعني مجرم بحق نفسه، لكن هو اللي بيقولوا الطبيب والجلاد بنفس الوقت. يعني يعني بيجوا لعنا كثير أطباء بيعتذروا منه لأنه ما عندنا خبرة، ما عندهم خبرة بإزالة هذه المواد، لكن نحن صار في عندنا خبرة كثير واسعة خلال 15 سنة من خلال عدد الكبير الوجوه اللي فتحناها وإجلنا المواد المالية دائما. طبعا نحن بنقول له، بنكون صريحين جدا معه،
معه انه نحن رح نملك هالمواد المالئه ورح نعمل قصارى جهدنا ضمن ثلاث شروط اساسيه. اول شرط هو انه نحن ما رح نقدر نقيم كامل المواد. احيانا بيجي لعنا المريض فيما بعد العمليه بيروح بيعمل صوره مرنان او صوره شعاعيه في فبيجي بيرجع لعنا بيقول لنا نحن انتم ما قمتوا لكل الماده. لا نحن قمنا اللي نقدر عليه الحقيقه. ما في طبيب الا ما بيحب يخدم مريضه للماكسيموم، لكن نحن في امكانيات عندنا، في امكانيات طبيه وجسميه، ف رح يضل شوية بقايا، لكن بالطريقة اللي أنا حكيتها هالبقايا هي بتصير هاجعة كأنه ما أنا موجودة. اثنين، ممكن يصير عندنا بعد الإفراغ التهاب بسيط جدا لكن هو مسيطر عليه يعالج. تماما يعالج بكورتيزون وبأنتيبيوتيك بحيث أنه ما عاد يتكرر كمان مرة ثانية. الشغلة الثالثة أنه ممكن أحيانا يصير بحالتين أو ثلاثة من أصل 100 حالة فرق تناظر بسيط جدا، هذا بنرد منعالجه بعد 6 شهور بحقن الشحوم بحيث نحصل على وجه متناظر نظر، لأنه المواد المالئة كمان تعمل شحوب بالجلد، لأنه المواد المالئة بتصير تأخذ تروية الطبقات السطحية أو جلد الوجه، فبتلاقي الوجه كامد أو قاتم. نحن بس نزيد هالمواد المالئة الوجه بيورد، بيصير في لون وردي، لون الجلد بيتغير. فدائما نحن هي شروط ثلاثة نحن نشتغل فيها. وأكاد أجزم أنه دائما العملية هي لصالح المريض، يعني نحن ما فينا نعطي 100% لكل المرضى، بس أحسن لكن من ممكن نوصل ل 60-70-80%. وبالإضافة أنه شد الوجه المرافق اللي نحن بنعمله كافي انه يرجع الخدود لمحلاتها، لانه بتعرفي بحكم الزمن بحكم المواد المالئه بتنزل كراسي الخدود، فمنرجعها وبالتالي بيرجع الوجه متناظر 100%. يعني اليوم شو ما كانت الكميه نحن مضطرين نعمل جراحه. ايه طبعا اكيد 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 تمام أكيد. ممكن يرافق هذا التجريف عمليه تجميليه ثانيه او لا؟ طبعا دائما، يعني وهذا نحن الشيء اللي بنقترحه احيانا كثير، مثلا ممكن نعمل كافه انواع العمليات التجميليه، ممكن نعمل الاشفان على سبيل المثال، ممكن الفيلر يكون تحت الاشفان السفليه او العلويه بنشيله بنفس الوقت، نعمل شد أشفان، ممكن نعمل تكبير الصدر، شد البطن، شفط الشحم، النحت، شد الأرداف أو الفخذين والأذرع. فايتين وفايتين، يعني مخدرين يعني شي سوا. يعني الحقيقة فرصة للمريضة، لأنه مو كل يوم الواحد بيقدر ياخذ قرار تجميل تمام ويعمل تخدير عام، ومو كل يوم بيكون بصحة جيدة يخضع للتخدير العام، فهي فرصة للمريضة إذا عندها الإرادة وعندها الحاجة. ما في أي تأثير جانبي بيكون إلك؟ طبعا دائما احنا ندرس ماري، دائما احنا ما بنقدم على عملية التجميل يعني ايه ما منفوت هيك يعني كيف ما اتفق، او يعني هون بيصير المشاكل اللي بنسمعها بالمجتمع انه فلانه توفت لا سمح الله، فلانه ما طلعت نتيجه مشوهه، النتيجه غير مرضيه. دائما نحن قبل ما نعمل عمليه تجميل بنقعد مع المريضه بنعمل استشارتين وثلاثه وبنوصل لصيغه يعني مشتركه بيناتنا بحيث انه طموحها يلائم الشيء اللي احنا بدنا نعمله، ما يكون طموحها اعلى من قدراتنا ولا يكون قدراتنا كمان جائره اكثر من طموحها. فدائما نعمل استشارات، دائما نعمل تحاليل، بنعمل تصوير شعاعي بنعرف لوين نحن فايتين، وبس يكونوا هدول مكتملين كلهم ونتاكد انه من سلامه وصحه المريضه العامه وسلامتها وقتها بنعمل عمليه، و100% بيكون ما في مشاكل. المشاكل بتجي بس يكون الحاله غير مدروسه او بغير استطباب، لكن نحن هذا الشيء الاطباء عندنا بسوريا كثير بعيدين عن هذا الموضوع، يعني دائما بيعملوا شيء باستطبابه، ومعروفين الاطباء السوريين وخاصه التجميل بضميرهم الحي وبمهارتهم الكبيره. فدائما هي الاخطاء وهي الشغلات السلبيه دائما نادر ما تصير وتكون خارجه عن اراده الاطباء. تمام دكتور، ذكرت حضرتك انه ممكن يتم حقن الشحوم الذاتيه من بعد العمليه. المريض اللي عمل او المريضه عفوا اللي عملت الفيلر الدائم، يا ترى رح ترجع تجرب الفيلر المؤقت ولا هل هو اجراء لازم نحن نرجع نعمله؟ سؤال كثير حلو. طالما نحن عم نعمل شد وجه مرافق لتجريف المواد المالئه، معناته نحن حمينا المريضه من الترهل ومن التجاعيد لمده 15 سنه. تمام. دائما بس ممكن تنفخ تمه، ممكن يرجع على بالها، هذا شيء ثاني، هو غالبا رح تنفخ تمه. ممكن نحن نعمل اي اجراء بالوجه عادي صار بحاله طبيعيه. طبعا صارت معاملتها معامله المريضه الطبيعيه اللي ما كان عندها مواد مالئه دائمه. فدائما نحن ممكن تعمل اي شيء ثاني طالما وشها صار نظيف وشها صار طبيعي. تمام، نشكرك كثير. شكرا كثير. بس بدي نوه لشغله كثير مهمه لو انه استدركنا الوقت، كثير مفيده. في احيانا المواد المالئه بتكون مواد ليست مواد مالئه دائمه، احيانا بتكون برافين، بتكون شمع، احيانا كثير عم نسمع حاليا في انه ممكن نحقن بالارداف بالعضلات عند بالمواد الرياضيه، هي اكثر ضررا واكثر خطرا وتشوها من المواد المالئه اللي بتحمل الوش. هي ما بتتعالج نهائيا وما بتتجرف نهائيا، وانما بتؤدي لخراجات دائمه وبتصير بتؤدي لقيح وخراجات ما بتتعالج وبتصير بقى حلقه مفرغه بدايه المشاكل. لذلك حذاري جدا الشباب اللي بالنوادي والنساء من موضوع المواد هي. شكرا جزيلا. شكرا لكم.
يسعد صباحكم عن جديد، ويلا نكمل وصفتنا لليوم اللي هي شرحات البطاطا بحشوة الجاج. نحن حضرنا تتبيلة البطاطا بالفقرة الأولى وعملنا حشوة الجاج كمان، طبخنا الجاج لاستوى. هلا وأنا عم طبق رح أرجع عيد، بس شو اللي عملته أنا بين الفقرتين؟ أنا قمت البطاطا من التتبيلة من الكريمة مع البهارات اللي نقعناهم فيها أول شيء، حطيت أول طبقة من البطاطا. طبعا انا اليوم عم بستعمل فخاره، بس فينا نستعمل بايركس، اي قالب او اي صينيه بتفوت على الفرن. بعد ما حطيت البطاطا رح احط حشوه الجاج اللي حضرناها، وطبعا مثل ما قلت يعني الحشوه فيني ضيف لها انا خضره اذا حابين اي نوع خضره. طبعا يعني هو الجاج والبطاطا بيلبق معهم كثير انواع من الخضره، ممكن نحن نضيفها لهي الوصفه. بعد ما حط الجاج، هلا رح حط فوق الجاج الجبنه. نحن بوصفتنا اليوم في عندي جبنه موتزاريلا، ما رح احطها على الوش الجبنه، نحن بالعاده دائما الوصفات اللي بيكون فيها جبنه بنحط الجبنه اخر شيء، بس انا بدي شكل البطاطا هو اللي يضل بالطبقه الفوقانيه لانه رح يطلع شكلها كثير احلى. وزع الجبنه، عم بستعمل جبنه موتزاريلا، فيني اكيد استعمل اي نوع جبنه، وإذا عم استعمل خضار ممكن استغني عن الجبنة. يعني هاي القصص بترجع لإلكم أنتوا كيف بتحبوها، شو اللي متوفر مثلا عندي بالبيت، أي ما أعمل الوصفة على السريع، لقيت مثلا ما عندي جبنة عندي خضرة ممكن بدلهم ببعض. بعد ما حطيت البطاطا الجاج بعدين الجبنة، هلأ هون رح أرجع صف. أنا بصراحة محضرتهم يعني مشان أشتغل على السريع، رح صف شرحات البطاطا فوق الجاج والجبنة، يعني بحاول انه انا صفها بطريقة هيك حلوة. ومثل ما قلت يعني شرحات البطاطا لازم تكون كتير رفيعة، في حال انا قطعتهم طلعوا معي شوي سماك، وقت بدي ادخل القالب او الصينية على الفرن بغطيها، اما اذا انا عم استعمل قالب له غطا بحط الغطا، او اذا مثلا عم بعمل ببايركس ما عندي غطا للصينية ممكن حط ورقة زبدة بعدين حط ورقة ألمنيوم على الوش، بتركها لبين ما أضمن إنه البطاطا استوت، بعدين بقيم الغطا وبحمر الوش. هلأ هون بعد ما حطينا طبقة البطاطا، أنا ليش قمت البطاطا من خليط الكريمة لحتى ارجع هيك سقيه شوي. طبعا عندي هون خليط الكريمه هو كريم الطبخ مع توم فريش مع بودره توم، بودره بصل، اوريجانو، بابريكا، ملح وفلفل وجوزة الطيب. للجاج بس حطيت قليت الجاج بشويه زيت زيتون، والجاج عم بستعمل انا جاج مفروم ناعم، اكيد فيني اجيب شرحات الجاج وانا اقطعهم قطع مكعبات مثلا تكون خشنه اكثر شوي، قليتهم بزيت زيتون مع بصل وثوم وزنجبيل فريش، والبهارات اللي استعملتهم هن ملح وفلفل. هلا بعد ما حطينا الطبقه الاولى مثل ما قلت البطاطا، هلا مو شرط الطبقه الاولى تكون كثير مرتبه، بس انا بهمني منظر الطبقه الثانيه يكون مرتب اكثر. رح امسح ايدي انا مشان اقدر احط البقدونس على الوش. هلأ مثل ما قلت حطينا البطاطا الجاج، بعدين حطيت الجبنة اللي عم بستعملها، بعدين رجعت صفيت البطاطا بشكل هيك مرتب. آخر شي رح حط، أنا هون عم بستعمل بقدونس منشف، ممكن استعمل بقدونس الفريش هيك على الوش. هلأ اللي رح يصير إنه أنا رح حط القالب بالفرن، الفرن رح حميه على أعلى درجة حرارة. ومثل ما قلت إذا كانت البطاطا عندي أنا قطعتها شوي خشنة أو سميكة، بغطي القالب بالصينية وبدخل صينية على فرن محمى من قبل على أعلى درجة حرارة. بعد ما أضمن إنه البطاطا طريت عندي بقيم الغطاء وبرفع الصينية لفوق لحتى أحمر الوش. أكيد هاي التفاصيل كلها رح نشوفها مثل العادة بنهاية الحلقة، ورح تشوفوا كيف رح يطلع شكل شرحات البطاطا بحشوة الجاج اللي هي كانت وصفتنا لليوم بنهاية الحلقة. لوقتها رح أترككم مع مشلين وماري، تابعوا باقي الفقرات وبشوفكم بنهاية الحلقة أكيد. شكرا يا شيخ. شكرا يا صيف.
كل شخص بحب يسمع موسيقى أو ينطرب بيكون من الأشخاص يلي إلهن عالمهن الخاص. كيف لو كان كل هالشي ممزوج بين عالم من الألحان الشرقية والغربية؟ والأحلى لما تكون أهل الأجواء من ضمن مكان من حارات الشام القديمة. طبعاً ماري، هذا المكان يلي عم نحكي عنه هو جاليري مصطفى علي، يلي كنا طبعاً مثل العادة متواجدين معهم ضمن حفلة موسيقية مليانة طرب ونمط مميز من العزف والتوزيع الموسيقي. لحتى نعرف كيف كانت الأجواء والتفاصيل تابعوا معنا هالتقرير لحكمة كنان. الموسيقى هي كل شيء. حفلة لإطلاق ألبومي الجديد اسمه وتر. هذا الألبوم سجلته بسوريا وخلصته بسوريا مع موسيقيين محليين معظمهم وزملاء دراسي وشركاء كثير من الحفلات. هذا الألبوم مؤخرا خلص وانطبع وصار موجود، وهلا اليوم عم نحتفل انا والموسيقيين بهذا العمل. الاجواء الموسيقيه دائما في إلى لذتها لما تكون من ايدين اشخاص مبدعين قادرين على انهم يطلعوا اللحن يلي بيطرب الاذن لكل مستمع. وكيف لو كان هالشي كلياته ببيت من حارات الشام القديمه يلي بتحس من كل حجره فيها عم تطلع مقطوعه موسيقيه او طرب من غنيه. عم نحكي عن جاليري مصطفى علي يلي كنا متواجدين فيه ضمن حفلة ممتعة لكل إذن وعين. إذا بدي أحكي عن العمل، هو بيتضمن 8 قطع موسيقية، 2 منهم للعود المنفرد ارتجالات و6 معزوفات هن مع المجموعة الموسيقية. في تفاعل ما بين الموسيقى، ما بين الآلات، العود والإيقاع، العود وباقي الآلات. ودائما في كل قطعة في فسحة لتبين وينعطى ضوء معين بشكل مختلف لآلة معينة. بحكم تطورنا كعازفين عود فيك تحط لمسات من مدارس موسيقية مختلفة على هذا العود. أحيانا بتلقى بتشوف العود عزف شيء من البلوز مثلا أو من الجاز، ولكن هو ما بعد عن شكله، ولكن هو وصل لشيء تاني من خلال نقرات العود أو صوت العود. دائما التواصل مع المهنة، التواصل مع الآلة، والتواصل مع الموسيقى بالعالم أكيد بيخلق حالي أنه دائما الواحد يضل موجود مع هذا الشيء اللي عم يطلع كل يوم بالعالم. طبعا ما فيني الواحد يلحق لأنه كل يوم عم يطلع شيء جديد وكل يوم في قصص مليون قصة عم تطلع، ولكن نوعا ما بحكم اهتمامنا عم نعرف شو عم بصير فنيا بكتير محلات بالعالم. هذا الشيء بيعطينا نتفة هيك مساحة للتفكير أنه نحن بالعود لوين بدنا نروح ضمن هالعجقة كلها تبع الدنيا. فنان كنان يعني مبدع، صوت جميل، أداء وعزف يعني كثير جميل، والحضور الحقيقة يعني نخبة كله منقى، فأنا بتوقع رح يكون في أشياء كثير مفاجئة اليوم. السر بالمكان، المكان كثير موحي، مريح، كثير طبيعي، يعني ما في شيء مصنع، هيك كله على طبيعته، على أناقته، على أصول البيت الدمشقي، الفسحة الكبيرة المريحة مع الليوان والبحرة وتجمع الناس هيك بتحسهم بشكل حميمي موجودين. الأجواء كانت مليانة دفى وحب، عم يضمر العود والكمنجة وأكثر من آلة موسيقية قدروا يوصلوا نوع جديد من الموسيقى يلي بتدخل لجوا كل حدا عم يسمعها وقدر يتخيل فيها عالم تاني ما بنقدر نوصله غير من الموسيقى.
يسعد صباحكم عن جديد. أخبار الفن والفنانين خلال آخر أسبوع حنعرفها اليوم مع هدى الأسعد. يسعد صباحك هدى. يسعد صباحك ماري. صباح الخير. بونجور يا ميشلين، كيفكم اليوم؟ نحو أنت؟ الحمد لله. أنا اشتقت لك، اشتقت لأخبار الفن، لازم تخبرينا هيك توافينا بآخر الأخبار الفنية. يعني أنت قد ما غبتي بتعرفي الأخبار، يعني بتكوني مطلعة على الموضوع، ما فيك تهربي من أخبار الفنانين. مثل ما كنت عم نحكي هلا تحت الهواء، هلا موسم ومثل ما كل الصيف دائما بقول ببلش حكي انه هلا الفنانين بعز نشاطهم، موسم الصيف هو موسم حفلات، موسم مهرجانات، موسم فيديو كليبات، موسم افلام، الكل بيكون بنشاط كثير كبير وكثير واضح أكيد. والكل بده يثبت نفسه بطريقته الخاصه، قد ما كان من نجوم الصف الاول لازم يبتكروا طرائق جديده، لانه خلص نحن لا بعالم جديد بالفن، ما عاد مثل أيام زمان أنه كذا فنان أو عددهم قليل، لا هلأ في أعداد كتير كبيرة وفي جمهور والشاطر متنوع نفسه. طبعاً والجمهور صار أصعب والجمهور صار ذوقه أصعب وكل شيء في كتير تنوع أكيد. صار حبلش أول أخباري لليوم هو مع الفنانة لطيفة. هلأ في كتير أسماء تنذكر هي مرتبطة ببلدان أكيد، ولطيفة التونسية مرتبطة أكيد بتونس ومرتبطة بقرطاج، بس في كثير ناس ما بتعرف انه لطيفه صار لها ما يقارب 9 سنين، يعني من 2011 هي ما غنت على هذا المهرجان وما كانت موجوده فيه. هلا هي باغلب يعني خلال كل هالسنوات كانت عم تقول هذا الشيء مقصود، انه انا عم بيتم رفضي الغناء ببلدي تونس وضمن اهم مهرجان بالوطن العربي اللي هو مهرجان قرطاج. شو الفكرة؟ كل هالسنوات هو ليكي وقت بتشوفي غيابها الطويل فانت بتعرفي انه هو ممكن يكون مثل ما عم تقول متعمد يعني. طبعا ايه انه مقصود انه غيابها عم بيكون، وهي اساسا باكثر من لقاء قالت انه في كثير ناس ضمن تونس ما تقبلوا نجاحي خارج تونس. طبيعي وعادي، ولكن الاجمل انه هي راجعه هي السنه، حيكون حفلها ب 13 آب. طبعا مهرجان قرطاج هو بيمتد لمده شهر، حيبلش ان شاء الله ب 14 تموز وحيمتد لمده شهر. حفل لطيفه حيكون ب 13 آب. يعني حفل تماما، وحيكون هو في له كمان توقيت مميز، هو تكريم للطيفه، هو اعتذار عن سنوات الانقطاع. ب 13 آب بتونس في نهار اسمه يوم المرأة التونسية، فهن جايبينها بهذا النهار تكريم لها، تكريم لمسيرتها، خلينا نقول اعتذار. خلينا نقول الخطوة اعتذار. حلوة كتير، وهي لطيفة ولا مرة من وقت اللي طلعت لحد هاللحظة بتنكر انه هي من تونس، يعني قد ما عاشت بمصر وقد ما طلعت ودارت وهي نحن كلياتنا بنعرف اسمها. لكن انت لحالها بحياتها ما سمعناها عم تحكي بلكنة بلد ثاني مثلا. ايه تماما، هلا بدك تحسيها شوي بتروح على مصري لانه عايشه بمصر، بس في لكنة تونسية طبعا. وهذا الشيء اللي زعلها كل هالوقت. هلا السنه الماضيه حاولوا يرادوها للصراحه بمهرجان قرطاج وعملوا لها حفل مع محمد عساف، بس هي رفضت، قالت أنا لطيفة ما فيكم تحطوني مع أي حدا، مع احترامها الكبير لمحمد عساف. جميلة لطيفة، نحن بانتظار أكيد الجديد، بانتظار أنا فعاليات مهرجان قرطاج، لأنه بيضل أرقى هذا أرقى مهرجان بيصير بالوطن العربي وهو مستمر. يعني نحن هلا حنبلش بالدورة 57، فتخيلي أنت قديش عريق فعلا هذا المهرجان. جبت لكم حفلة للطيفة من قرطاج بس بال 2007، لأن هي من 2011 مع تغنيات رجع كثير هلا، لأنه حلو قرطاج وحلوين الفنانين اللي بيغنوا فيه أكيد. تعالوا نسمع هيك مقطع من يا غدار، أشهر أسلام. أغاني لطيفة، وبرجع حتقلكم شو معي لسه أخبار. أما خبر التالي هو عن المشكلة يلي صارت مع أحمد سعد بتونس. كلكم يمكن شفتوا هذا المشهد طبعاً. أو هذا المقطع يلي صار بينه وبين نادية يلي هي طبعاً مسؤولة عن تنظيم حفل كان بتونس لأحمد سعد. هي القصة ما خلصت، القصة هلأ بالقضاء التونسي وبالقضاء المصري. القصة كبرت كتير لأنه أمام كاميرات الإعلام كان في رد فعل من الطرفين، من أحمد سعد ومن منظمة الحفلات، بطريقة خلينا نقول غير راقية أبداً وغير لائقة. يعني ردة فعل أحمد سعد كتير غريبة. يلي صار بالضبط أنه كان عنده حفل بتونس، هذا الحفل أكيد امتد لمدة ساعة ونص تقريباً، تواجد فيه أحمد سعد وكان في عنده
ترحيب كثير كبير من جمهورها بتونس. واساسا احمد سعد هو من احد الفنانين اللي هلا حيستقبلها المهرجان قرطاج بشهر تموز المقبل، يعني بهذا الشهر بهي الدوره من قرطاج. بس اللي كان غريب بالموضوع، في عقد يمكن اغلب الفنانين لازم يعرفوا تفاصيل العقود، ولكن يلي بيتابعوا الحاله الفنيه نحن كلياتنا بنعرف وقت بيكون في مهرجان تستضيفه اي بلد سواء كان سوريا او تونس او مصر، في شيء اسمه مؤتمر صحفي بيصير للفنان. هذا الشيء لو من قال من المنظمين لازم الفنان يكون بيعرف انه هو رايح على بلد في عنده جمهور كثير كبير، في اعلام في صحافه بدهم يضووا. يلي صار انه احمد سعد تاخر عن حفله لمده ساعه وغنى، يعني وغنى وراح فورا راح على الاوتيل، فهو العقد انه كان في مؤتمر صحفي هو ما بيعرف فيه. وهون صارت المشكله لانه رجعوا نزلوا لاحمد سعد، فوقت اللي صار في اسئله من الصحافه لاحمد سعد تدخلت المنظمه، فهون قال له انه انت ما بتعرفي تشتغلي ما بتعرفي تنظمي، وهون كبرت الامور وصارت بالقضاء التونسي مثل ما قلت وبمصر. وفي كثير ناس كانت مع احمد سعد وفي ناس كانت كثير ضده، الجمهور الاكبر بتونس كان ضد هذا الفعل، ولكن وقت بنعرف انه اسمه موجود بتونس يبدو القصه لانحلال، يعني صح. يعني حتنحل اكيد. احمد سعد من يومين نزل توضيح، انا ما جبت لكم اياه كله، انا جبت لكم مقتطفات منه تقريبا هذا الحديث، انه هن ما خبروا عن المؤتمر الصحفي، كان لازم يخبروه. ولكن الرد الاول من منظمه الحفل انه اي فنان بيتم استقباله باي بلد عربي تاني لازم يكون في مؤتمر صحفي. وقت ما بيكون في مؤتمر صحفي بتحسي في شيء ناقص، اكيد انه في صحافه في اعلام يهتم بحضور فنان، خاصه اذا كان جاي من برا، خاصه اذا كان عم يعمل هذا الوجود مثل احمد سعد. هي نقطه حساسه تبع التنظيم والصحفيين، يعني صارت معنا قبل صح. ننطر فنان، الفنان بيكون متفق مع المنظم انه انا ما بدي اعمل لقاءات صحفيه، بتصير صوره الفنان سيئه للصحفيين. ايه طبعا، وانا بحس انه من حق الصحافه انه هي صح. تكون موجوده باي حفل، ننطر ساعات طويله طبعا ايه بنقعد ننطر ساعات طويله لحتى نقدر نطل على المشاهدين اللي بتابعوا الاخبار الفنيه بسكوب بشي حصري. فهن كاعلام تونسي معاهم حق وكمنظمين معاهم حق، ولكن كمان الفنان صار في عنده شروط كثير صعبه، صار في عنده لازم توضحوا له كل شيء. معلش اقول لك شغله، في كثير من الفنانين بفضلوا انهم ما يحكوا لانه هم بحسوا انه هم شغلتهم يغنوا وانا ما كثير قادر على الاجابه، يمكن تكون بطريقه ما كثير صحيحه صحيح. فبفضل انه هو ينسحب من فكره انه يقابل اعلاميين، يعني هذا تبرير عن جد حقيقي. يعني مزبوط فعلا، حدا بيشتغل بالاعلام وبرر لا ايه هو دائما يبرر شوي. بس وقت بتشوفي بينعطى هلا نوعا ما شوي بعدنا عن قصه احمد سعد بس، ولكن وقت بينعطى لكذا قناه او لمنصه ويرفض يعطى لقنوات ثانيه، هذا موضوع ثاني. هون ما بيصير، هون ما نوفى خاصه اذا كان فنان سوري، هون بتتضايق كثير. ما في وفاء ولا ما لا لا ما جاي جايبه التوضيح تبع احمد سعد لحتى نعرف منه ليش هيك كان رده فعله وكيف رد بهي الطريقه اللي كثير عنيفه على منظمه الحفل. تفضل. اللي حصل لي في الواقعة دي ده حصل من أفراد لا تمثل المرأة التونسية، لأن أنا أزعل جدا 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 لما تقولوا إن الواقعة اللي حصلت دي والحاجات اللي حصلت معايا دي كلها ده بيمثل المرأة التونسية، يعني إن أي مرأة تونسية تعمل اللي حصل معايا ده، لا ده شيء يزعلني. تعاقدت على الحفلة ونزلت المطار وما كانش فيه التجهيزات اللي كلها مكتوبة في العقد، ما كانتش مكتوبة زي ما هي مكتوبة، ما حصلتش. وابتديت اتوجه الى الحفله والمسرح كبير جدا جدا جدا، وانا يعني عندي مسجات بتقول ان بقالي اسبوع او 10 ايام بقول لها انك لازم تعملي اعلانات، قالت لي ما تقلقش انا هعرف اتصرف. المهم رحت على المسرح وفوجئت بان هي عامله مؤتمر صحفي، مع اني انا مكتوب في عقدي ان ممنوع ان يبقى في مؤتمر صحفي. ده مش تقليلا من الصحافه، ده بالعكس، ده انا عشان هعمل مؤتمر صحفي، مؤتمر الصحفي لازم يكون ليه تفاصيل معينه وادوات معينه، ما يكونش معمول في ظهر المسرح، لازم يكون في اوضه مخصصه مقفوله بنعمل فيها مؤتمر صحفي زي ما بنعمل في كل حته في الدنيا، يعني هو مش حاجه مش جديده يعني. فعشان كده انا كنت رافض اني اعمل مؤتمر صحفي، وكنت هعمل مؤتمر صحفي لان لسه جاي كمان قريب جدا في قرطاج، فكنت هعمل. فبالتالي عملت بنود العقد اللي مكتوبه ان هي ممنوع، وهعرض لحضراتكم دلوقتي بنود العقد اللي فيها ان ممنوع ان يبقى في اي تصوير او اي تصريحات تذاع.
كمان هي لما اتكلمت بقى معانا مع مدير اعمالي، عشان هي بتقول انا في اتفاق مع مدير اعمالي، ده الواتساب اللي بينها وبين مدير اعمالي اللي بيقول ان هي عايزه تعمل مؤتمر صحفي، وهو قال لها لا مش هينفع. ومع ذلك لما دخلت المسرح وشفت الناس واقفين الصحفيين، انا برضو احتراما للناس، لان الناس مش عارفه ان انا متفق معاها، وهي اللي جايبه الناس وانا متفق معاها، احتراما للناس وقفت مع الناس وقلت لهم ده شرف ليا وشيء يسعدني واكون سعيد وفرحان اني اعمل معاكم ونكون في وسط الجمهور التونسي. طبعا هذا التوضيح كامل مثل ما بيقولوا وشامل، في عقد موقع انه ممنوع يكون في اعلام وصحافه، ولكن ضبط الصحفيين صعب كثير ضبطهم، وقت بيعرفوا اكيد في فنان، ما بعرف لوين ممكن تنتهي هاي القضيه، ولكن مثل ما ذكرت من قبل شوي مجرد انه موجود بمهرجان قرطاج وبتونس فخلص الموضوع عم ينحل اكيد. خبر التالي هو عن احلام، يعني في نشاط واضح لاحلام، من تقريبا 6 شهور نزلت لنا ميني ألبوم فيه 6 أغاني اسمه رزق الورد، وحقق نجاح كتير كبير وفي صدى له كتير كبير، وخاصة وكمان بموسم الدراما رمضان الماضي كان صوتها على شارة مسلسل مجاريح، هذا أهم مسلسل خليجي انعرض بموسم الدراما يلي مضى. هلأ عم بتحضر لنا لشيء اسمه صوت الأنا. واو ميل بقلة أحلام. أحلام يعني صوت الأنا، أغنية وصفتها عنوان كتير عريض بتحمل معاني العزة والشموخ والكرامة. هلا في كتير ناس قالوا أكيد مرتبطة بالمرأة، أكيد أساساً أحلام عندها هذا المنهج، هي دائماً صلى فترة هيك ماسك المرأة القوية وعم بتغني لها وعم بتقدم لها أغاني وألحان وكلمات من أهم شعراء الوطن العربي. صوت الأنا حينزل قريباً، في كتير ناس فكرت أنه أحلام بعد الميني ألبوم يلي قدمته من 6 شهور أنه هلأ حتوقف، بس لا، شكلها راجعة على تنزل أغاني منفردة، مع أنه هلأ العالم أغلب الفنانين رايحين على الألبوم رايحين على الميني ألبوم، بس هي خلص شكلها عم بتطبق السنة بدها تعمل فيها كل شيء حابة تعمله. نزلت ميني ألبوم، حطت صوتها على شارة أهم مسلسل خليجي انعرض برمضان الماضي، وهلأ صوت الأنا يلي جمهورها أكيد بانتظار يشوف كيف ممكن تكون هاي الأغنية وشو هالعنوان الرنان. لا حتى هي كتبت بتغريدتها وقت قالت أنا عم حضر لكم أغنية، هو عدا عن العنوان أنه صوت الأنا، هي عنوانتها بكلمة كتير واضحة أنها أغنية بتلخص معاني العزة والقوة والشموخ. فلتشوفي وين حتاخذنا. أكيد طرب، أحلام من زمان ما عندها أغاني مانها طربية، لأنه في كتير ناس بيعلقوا أنه هي ما عم تعمل أو ما عم بتساوي. أحلام من أهم الفنانات بالخليج العربي، صح. ما عندهم أغنية ما فيها طرب، ما بتغني غير طرب، صحيح. وأكيد الجديد طربي. جبت لكم كمان هيك أحلام من أحدى حفلاتها عم بتغني أغنية من أغانيها اللي نزل أكيد بميني ألبوم رزق الورد، وبرجع حتى لكم بقى جديد هيفا وهبة. أما يلي شو ما عملت وشو ما ساوت وكيف ما تصرفت، بتضل الديفا وبتضل رقم واحد وبتضل ترند، ما بضعفش. قلت لكم عنها الأسبوع الماضي إنه حتنزل ب6 الشهر ونزلت فعلا الأغنية، أغنية مكسرة الدنيا مثل ما بيقولوا. هيفا بعد ما فوتتنا بحالة الأغاني الريتم السريع، خلينا نقول هيك اللي فيهم شوي من الراب، خاصة بعد صح. لو كنت وأغانيها التيجي والأجدد أغنية كمان كانت، هلأ رجعت لنا على ستايل هيفا هيك القديم والرومانسي والهادي، مع أنه بتحسي أنه أنت موسم صيف، موسم الدنيا هلأ ضايجة، بس مثل ما قلت هيفا شو ما عملت بتعمله ترند، لأنه اسمها كتير بيساعدها، حضورها للستايل، تجديد بالفيديو كليبات يلي بتعمله مرعب مرعب، تحسيها دائما متجددة، ما عندها فيديو كليب بيشبه الثاني. قد ما كانوا الأغاني ممكن يقولوا هاي الأغاني اللي ذكرتهم آخر فترة هن الريتم واحد وإيقاع صح. واحد، بس ما بيشبهوا بعضهم أبدا. طبعا هيفا متجددة بشكل مرعب، حفلاتها إطلالاتها كيف تهتم بنفسها، هيفا من الفنانات اللي ما بيرضوا جمال ضل واحد هي ما بتتغير الله يحميها، بحس عاد ما بنحكي عاد بكل فقره بتمرق هيفا بحس انه الله يسترها اخر فقره جد. طبعا اول شخص كان عم بيبارك لها بما ضعفش هو اكرم حسني، هو شريكها باغنيه لو كنت، هيدي
تجربة لي، قالت إنه تجربة كانت جدا جميلة وناجحة. هيفا من الفنانات اللي ما بتعمل لا مؤتمرات صحفية ولا بتعطي لقاءات أبدا أبدا أبدا، وبتقول الجملة اللي ذكرتيها مشلين أغلب الفنانين بيقولوها، بيقولوا أنا جاي غني حكي للصحافة ما بحب وما بعطي وما بتطلع بلقاءات. أول ما بلشت كانت كتير تطلع بلقاءات، بس هلأ مقلة أبداً. جدا ما بتعمل شيء، هي بس بتغني وبس بتقدم حفلات، وهذا اللي بتحسه المطلوب حاليا منها. يلي ما سمع ما بضعف شيء، اللي عم بتحقق أرقام خير. هاي هاي فوهبة، هاد ستايلها الجميل، الجمال. الكومنت الدائم عن هيفا يعني ما فيكي ما اعطيني تعليق. اعطيني تعليق مو طبيعي، من 20 سنة هي نفس الموديل، يعني ما رح ارجع اكثر. متجددة دائما، متطورة دائما، هي مثال اكيد لكل انثى ولكل امرأة بعمر، سواء كان متقدم او غير متقدم، هي مثال للجمال. يكفي انك تقولي هيك هيفا، هي هي فعلا هيفا، ما تغيرت ابدا، بالعكس عم تحلو تحلو تحلو. اما يلي خلص اخذ خط النجاح، اخذ خط الاولى، هي بلقيس. مستحيل يمر اسبوع بدون خبر لكن مع جديد لبلقيس وجديد، يعني ما بيكون كتير جديد، ما بيكون بس جديد بمعنى انه اغنيه جديده، بيكون جديد بالمضمون، بيكون جديد بالمحتوى، بيكون جديد بالابتكار بالافكار. بلقيس حدا يعشق الفيديو كليبات، وهي تعرف او يمكن عم تكتشف انه هذا النمط الجمهور عم بحبه، اللي لابق له عن جد، لابق له كثير، لانه هي عندها، يبدو عندها هذا الشق التمثيلي. اعتقد بلقيس حتفوت بهذا الخط مع الايام، اعتقد حتكون ممثله، ايه حيكون في عندها وجود بالدراما المشتركه، وجود بالدراما العربيه اعتقد، لانه شوفي فيديو كليباتها هي ممثله، هي تفوت بالحاله تماما. اخر عمل عملته اسمه بألف روح، اغنيه باللهجه المصريه، الفيديو كليب مهدى لكل امراه بتحس حالها انه الكل بده يضعفها، الكل عم بيحاول يرجعها لورا. استمري كملي، الفيديو كليب كثير بيعطي طاقه، بيعطي هيك حب بالقوه، انه لازم تكون الامراه قويه، لازم تكمل. في كثير اعداء، في كثير اصدقاء بحسسوكم انه هن الاصدقاء، ولكن للاسف بيكونوا وراك هذا الشيء نحن وصلنا له من زمان، العمر وصلنا له اكيد. الاغنيه جميله، عم تحقق نجاح كثير كبير، و حتى وقت اللي قدمته بلقيس قالت انعمل من القلب، من القلب لكل الجمهور، بيحمل قضيه كثير مهمه اللي هي كيف لازم تكمل اي امراه وتضل قويه بغض النظر عن كل الانكسارات، بغض النظر عن كل الظروف الصعبه يلي عم نقطع فيها. الاغنيه هيك فينا نقول انه بتنقاس على حياه اي صبيه كثير، كثير مرقة اليوم الأخبار. إيه إيه، وأنا بحب صراحة، لأنه وقت بتشوفي الفن صار عم يحمل رسائل صح. واضحة، صار عم يحمل حكي. إيه صار عم يحمل قضايا واضحة تدعم الإمرأة صح. بغض النظر مو بس مثلا، في كثير فنانين بيحكوا كثير عن أمور، عن الأطفال، عن العنف، عن كثير تفاصيل، بس وقت يكون هيك الشيء بخص المرأة غير طبعاً غير. واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلاً، ونجلة لك هلأ، نجلة كمان هلأ إيه خمسة لازم ندعو المرأة لازم. هي كانت أخباري لليوم، إن شاء الله أشوفكم ثلاثة بتفاصيل ثانية. جبت لكم أغنية بلقيس إذا ما سمعتوها، وان شاء الله هيك شكرا. الثلاثه دائما عندي الاسبوع الجاي، ما بعرف بحس اني اخر الاسبوع، اول اسبوع بحس بس للاسف ما رح اكون معك الثلاثه للاسف، بقول لك الاخبار يعني عشان الترجمه مو عشان شيء، بقول لك يا للاخبار. شكرا لك، شكرا، تفضل. كيف حركه الكواكب وشو تاثيرها على الابراج؟ حنعرف مع نجلاء قباني. سعد صباحك مدام، صباحك خيرات، صباح الخيرات يا مدام. شفتي فوشيا اليوم، يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده. طبعا اليوم 9 تموز، يعني 9 7 8 للجميع بالخير. اليوم في تغييرات بكواكبنا، لانه المريخ دخل الى برج العذراء. المريخ كان في برج الاسد، عامل بعض المضايقات لمولود برج العقرب، مولود الدلو، مولود برج الثور على الصعيد الصحي. هلا الامور بلشت احسن لهالابراج، يمكن عامله جزء من تعب للجوزاء، القوس، الحوت، شوي الأمور صحياً لازم ينتبهوا خلال الشهر القادم. أما الزهرة فما زال متقدماً في برج الأسد، ما زال عطارد متقدماً في برج السرطان. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم القمر ببرجه عم بيخلي عنده مصالحات،
أو قصة العلاقة بسفر أو قصة العلاقة بالعواطف، خاصة بوجود الزهرة 3-4 شهور رح تضلها ببرج صديقك الأسد، ممكن يخليك تفرح باعتذارات أو لمة شمل، أو ممكن بارك لك بقصة مهمة أو عم تنشغل بأمور من تحب. هاي الأيام الأمور جيدة لعزيزنا مولود برج الحمل. برج الثور هو اللي اليوم متعب، متعب هل كان نفسه يرتاح يرتاح، نفسه ينام، ما بعرف إذا كان عنده ضجة وعجقة بالأيام السابقة أو لا، قصص هيك العلاقة بنائز من شيء، متضايق من شيء، بس غالباً نفسه ينام، نفسه يهدى، نفسه يسمع هيك هدوء، موسيقى كلاسيك مثلاً، شي شغلة هيك هادئة، يقعد لحاله يرجع يفكر، يقيس أموره، يجيبها يمين يجيبها شمال، يعني يفكر بأموره على كل الأحوال بمفرده، وثقته بالناس كأنه في شوي مهزوزة هاي الأيام، كأنه هيك كان بوسط ضجة وعجقة، هلأ من المناسب هيك يقعد ويرتب أموره، يعيد هيكلية حياته. بالغالب هو خالي من الحماس اليوم مولود برج الثور. مولود الجوزاء يوم اجتماعي بامتياز، نجم ساطع اليوم، عم تلتقي بناس انت بتحبهم، تواصل، علاقات، قصص العلاقة بخبر ممكن يكون مفرح، دعوة، دعم، تأييد، يعني هاي الأيام أيام فيها أمور اجتماعية واعدة ومسلية، والمحيط يقدر ما تقوم به. مولود برج السرطان انت اللي مو كتير مرتاح، يعني قراراتك شوي متسرعة اليوم، أنا بقول حاول تكون أهدأ لأنه غالباً أنت منحرف المزاج أو شوي عصبي أو الآخرين عم يفرضوا عليك شروطهم، انتبه لكلامك، لا تطلق أحكام متسرعة لأنه غالباً أنت حساس من أي كلمة تقال، يعني بدها الحكاية شوية هدوء لتحذر الصدمات. الأسد لا، الأمور له إيجابية اليوم، قادر يصل للي بده إياه، خاصة أنه تطلعاتك طموحة، عم ترتب أمورك كما يجب دون أي صعوبات، دون أي عراقيل اليوم، أنت أكثر ثقة بنفسك، عم تتعامل مع الناس حواليك بطريقة جيدة، والحقيقة في حوافز هيك مشجعة لمولود برج الأسد اليوم، خاصة لتقوم بدور فعال بمحيطك. مولود برج العذراء اليوم عم تغفر الأخطاء والعثرات، يوم أنت أكثر هدوء، أكثر دبلوماسية، عم تخضع لبعض الناس اللي أنت بتحبهم، عم ترتب أمورك اليوم جيد في التصرف، هادئ، عم يمشي خطوات نحو نيل ما يتمنى، يعني أحد الأيام الإيجابية اللي فيه علاقات عامة ربما تسعدك. مولود الميزان الحقيقة تأخير، تأجيل، توتر محتمل أو نوع من أنواع هيك الحيادية اللي محتاجة اليوم مولود برج الميزان، ما بعرف، مستاء على الغالب أو عم بيصعد خلافات أو في قصة صغيرة مضايقته، أميل اليوم للنزق والعصبية، مع العلم أنه ما في شيء سيء، حط ببالك أنه ما في شيء سيء، بس أنت اليوم شوي معصب مما ممكن يعرضك للشجارات. مولود برج العقرب أنت من الأشخاص المسؤولين، والحياة العمل عم ياخد حيز كبير من اهتمامك اليوم، عم ياخد كل وقتك اليوم، يوم حاول أنك تخلص شغلك الإضافي، خاصة اليوم في أظن مسؤوليات إضافية، الكل محتاج لك، يعتمد عليك، تأتي إلى عملك باكراً، واليوم الحقيقة يعني في قصص العلاقة بشوية هيك تجارب صعبة بالعمل ربما تخوضها، نوع من أنواع الأعطال، نوع من أنواع هيك التأجيل، يعني أمور العلاقة بالعمل على الغالب. الفلك إلى صفك اليوم مولود برج القوس، إحدى المشكلات يمكن بلشت تنحل أو عم بيقل الضجيج أو مؤثر بالتفاوض أو عم تسمع جيداً، في خطوات إيجابية، علاقات، يعني عم توضح أمورك، عم تشرح وجهة نظرك، والحقيقة عم تحاور الناس بشكل إيجابي اليوم، ما في مشاكل عند مولود برج القوس. الجدي هو اللي شوي قلقان، ما بعرف إذا في بعض الإزعاجات من ذكور على الغالب، ابتعد عن الشجارات والشكوى مولود برج الجدي، وابتعد عن الأفكار السلبية لأنه اليوم في نوع من أنواع التعب، يمكن الفترة باردة شوي من العواطف، يمكن في مبالغة أو خطأ بالأحكام، ويمكن عم يصعب عليك أنك تسيطر على نفسك. الدلو اليوم عنده حركة، نشاط، علاقات عاطفية عائلية، أشخاص إيجابيين غالباً عم تفرح لإنجاز
ما لك أو لمن حولك، يمكن اتفاقيات جديدة، يمكن هيك تقدير لجهودك، حتى القصص العقارية ممكن تكون إيجابية وجيدة بالنسبة لك بهي الأيام. مولود برج الحوت، اليوم عم تهتم بممتلكاتك الخاصة، يعني عم تطلب سلفة، تمويل، عم ترتب، عم تنظم. أنا بشوف اليوم في عندك إيجابيات، لكن حاول تحذر الكرم الزائد لأنه غالباً في مصاريف كتيرة، مشغول وأنت كمان اليوم بالصرف، عم بتعاني من نوع من أنواع المضايقات المالية. مولود اليوم مولود 9، كل عام وأنتوا بخير، يجعل أيامكم سعيدة. متردد، مرتبك، غير متكلف أو متصنع، شخص نظيف بيحاول ما يجرح حدا، شخص لطيف على كل الأحوال، يتوق إلى المثالية عموماً، حذر إلى درجة الوسوسة، إذا حكى بيكون كثير لبق، هادئ، رزين، من الأشخاص اللي عندهم حب وحنان ويحتاج دائماً من الآخرين للحب والحنان. سنة فيها لفت انتباه على الغالب، فيها حلم أنت عم تحلم فيه وممكن تحققه، عم تستفيد من حظوظك وعم عندك ترقية أو سفر أو انفتاح على بعض الأوضاع الإيجابية عموماً والجيدة واللي ممكن تحمل لك سعادة. بالتأكيد رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. وبشار حاجي مبارك، سيد أوقاتك يا بشار. ما عرفت 10/6 ولا 6/10، بس أنا أتمنى أن تكون ميزان، لأنه الأمور للميزان خلال 3-4 شهور تأخذ العائل وحاملة نوع من أنواع التغييرات الإيجابية، فالله يقدم لك الفير خير. يارا بنت كنانة، يعني هالشهرين لانه الأريح مالياً ولا كتير الأريح على المستوى العاطفي، فما تطلعي بخسارات يارا بهي الفترات، لأنه في شيء ما كتير كتير الأريح بالنسبة لك. أريج بنت صفاء، يسعد أوقاتك يا أريج. والله شوي مكركبة، ما كتير مرتاحة. أنا بعتبر هالشهرين فيه نوع من أنواع التعب العاطفي، يعني بدك تنتبهي على عائلتك، على أهلك، ما بعرف، يمكن يكون في بشاير بسفر أريج، فالله يقدم لك فيه الخير. موسى عم بيسألني مع ضحى، يسعد أوقاتك. ما عرفت شو العلاقة موسى، يعني لأنه 2004 و98، فيعني في شيء بهذه العلاقة، شو هي ما عرفت. على كل هي العلاقة بالمجمل، قصدي المواليد كمان انت بعتها غلط. وهيبة عم تسألني مع برهان، يسعد أوقاتكم. يعني علاقة ضمن إطار الجيد يا وهيبة، بس أنا ما بعرف، بحس إنه الأمور ما كتير تمام، على الأقل بالشهرين اللي جايين في شيء مانو كتير يعتبر الأريح بالنسبة للكور، خاصة على الصعيد العاطفي. إذا زوجين وارد نوع من أنواع التغيير العقاري. وهيبة عبد الحميد سلوم، يسعد أوقاتك يا عبد الحميد. والله الأمور لألك جيدة جدا، إحدى الأعوام الأفضل اللي ممكن تكون حاملة نوع من أنواع التغييرات، طبعا التغييرات الإيجابية اللي ممكن تفرحك أو يكون فيها شيء مختلف. إن شاء الله الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. أنا بعتبر الأمور رايحة باتجاه الأفضل. لما عم تسألني عن أمورها، والله سنت حظك يا لما كتغييرات، يعني سنة للحظوظ الجيدة كتغييرات، مو هالشهر اللي بعده مو اللي بعده اللي بعده، ما بعرف، في السنة إيجابية بالنسبة لك وفيها نوع من أنواع التغيير باتجاه الأفضل. أنا أرجح أنه عاطفي، بس الله يقدم لك فيه الخير يا رب العالمين. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير. غيرت لك الإشارة اليوم. إيه، شكرا شكرا. فضلتي. شكرا لك يا سيدة. سعد صباحك، صباح يا رب. وهلا صار الوقت نروح لعند الشيف بشرى، الريحة خارقة عالمية، فشوفوا الشكل. يسعد صباحكم عن جديد، ومثل العاده وصلنا لنهايه الحلقه وصارت وصفتي جاهزه. يعني مشلين حبه الريحه، وانا باكد لكم انه الطعمه كمان كثير طيبه. اللي تابع الحلقه من الاول وشاف كيف حضرنا الوصفه اكيد انتبهتوا انه المكونات كثير بسيطه، الوقت يعني ما اخذت معنا وقت لحتى طلعت بهي النتيجه، عن جد اللي كثير حلوه وعلى ضمانتي اللي كثير طيبه. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها اكيد وتخبرونا بالنتائج، وبشوفكم انا بوصفات جديده بالايام اللي جايه.
شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك ألف عافية. يعني مع أكلات شيف بشرة المميزين كالعادة بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير. إن شاء الله يا رب هذا الأسبوع بيحملكم كل الأخبار الحلوة، خلوا طاقتكم عالية، خلوا طاقتكم إيجابية. هذا الشيء اللي أنا يعني كل عمري بوصي فيه العالم، بخوا طاقات إيجابية وزعوها على كل العالم، لأنه يوما ما هي كمان رح ترجع لعندكم. تبقوا بألف خير هلا وقتها، تبقوا بألف خير.